بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر. لا